برنامج برعاية كاراونجي. هذا البرنامج برعاية شركة نكتاليا الفرنسية لحليب الأطفال. وثاني شيء أخاف موبايلك ينباق وضيع الصور وأشتهر وأنه بتصير مصيبة. لا المصيبة أنه التليفون يضيع. أنتي من الأساس مشهورة، نسيت أنا وين تعرفت عليك؟ إيه بس هالسان اعتزالت. يعني راح أصيرين مدربة. وليك شنو رأيك بالصورة البارحة دزيت لك إياها؟ حلوة مو؟ صورة؟ هاي لابسة بنفسج غير شق عليك. يا بنفسجي أنا أصلا ما عندي بدلة لونها بنفسجي. يا معودة شبيش البنفسجي اللي بيها فتحة من يم اللي. يا فتحة دا أقول لك ما عندي لون بنفسجي. ها انكشفت من يدازت لك هاي الصورة هسه تحكي لك ظل تلف وتدور. اتذكرت كانت البدلة زرقي. لا أزرق ولا بنفسجي، أصلا أنا جنت لابسة لون وردي. وردي؟ هذا فولدر صور مالتك ولا صورة دازت ليها بالوردي. هاي من دازتها عيني ومتوهمة بيني وبيني. ها لا ما دازتها لحد، مو قصدي وردي. لا تمتمتين، لا تظلين تمتمتين، قابل السنة راح اغار عليك. احنا علاقتنا برعاية ابو لهب. بابا اخذي راحتك عيشي. دزي المن تريدين بس بالاخير لازم تدزي ليان كلن. اي دوقف بابا هسه ادزلك اياها الصورة وشوفها. لا 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 مو هسه، احكي ليش لابسه. مو وقتها فد شويه. اقول لك مرات من اسئلك ايش لابسه تلبسيني الي، شنو القصه ليش؟ لا مو اهلي يمي. ها يعني انت ما عاد تدربيش. ايش عبالك؟ انا اصلا بالمنطقه ينحلف براسي. ها
انت من هذا النوع، من تكون برا ما لها علاقة بالناس، ومن تكون واحدة لها علاقة بكل الناس. حبيبي ماكو شوية حبيات رومانسيات شنو ماكو شي ما قلت لي؟ ها لا والله خلصنا. باعي باعي بس تجيبين طار الحبيات والرومانسيات تصير مشكلة. هاي المكتب دي تقول علي حياتي خب ما زعلان مني؟ لا 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 ما زعلان، بس هاي الصور اللي لابسه بيها وردي اللي ما اعرف المندازتها وناسيه، دزي لي انا بدي انشرهم بالجروب. جروب؟ يوم ولد يمحني يا جروب. لا مو جروب، الجروب يعني هيك تدخل بنص قلبي. ها عوالي. يلا انا اكمل شغل واخابرك. انتظرك باي. المكتب اكيد كروه تعبانه. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلونك حجي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا كعابة، ايش رايد؟ العفو من جنابك حجي، بس الكلمة مع المؤتمر الفقراء ايش حاب نكتب بيها؟ هذا حسبت وقتك؟ العفو حجي، مو انت قلت وقتي كله للفقراء، اطفالا رجالا نساء. نساء والنوبة بالوردي. اكتب اكتب. لحظة حجي لحظة. ان الفقراء عرايا، الله، نتصل بهم ونجبرهم على الاتصال حتى بعد منتصف الليل. الله، إننا نفرح لرؤيتهم، نصرف عليهم، نداريهم، الله، نسمع آهاتهم يا حجي، نصورهم ولا نطلع وجوههم لكي لا نفضحهم، نتصل بهم دون أن يعلم الناس لكي لا يكون ريان. إننا نتصل بهم حتى زوجتي لا تعلم باتصالي بهم. الله 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 حجي، أكيد أجرك كبير. معود يا أجر كبير، هذا ماجد أبو برين ينطو أكثر من عندي. أف 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 حجي، ما أقصد الفلوس، أقصد أجرك عند رب العالمين كبير. لك بابا أنا شاقة وياك، أنت كل زين تدري بيها ما أكل حرام. أنا قنقينة مال إيمان وتقى وسناء وولاء وهيفاء وكلهن مخابرات. لا وهي تريدني اتذكر هي كانت لابسه بنفسجي لو ازرق. لك ها شنو تسمع اغاني انت؟ اف 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 استاذ اف، والله استاذ والله كنت مخلي التلفزيون على القناه مال حزبنا، بس هذا ابني الله يطيح حظه وحظ امه قلب على الاغاني. وانت ليش اصلا ما ماسح قنوات الاغاني من الرسيفر استاذ؟ اعتذر اعتذر من جنابك حجي. انت واحد منافق، عيب عليكم هذا النفاق. يلا روح روح، اكو فقير دق علي ارد اشوف موضوع شنو. يلا في مال الله. مع السلامه حجي، مع السلامه. هلو ها حياتي. لا 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 هذا الموضوع ما يفيد، خلنا نفتح كام احسن. حج، القيم والمبادئ ما تتجزأ، وتاريخنا بالنضال يشهد. حبيبي المبالغ النقدية عندنا ما تتجزأ، وتاريخنا بالخمط يشهد، ادفع احسن لك. حجي انا الوحيد اللي بالحزب لا عليه رشوة، لا عليه ملف بالنزاهة، لا طالع عليه فيديو مو زين، أموري كلها تمام. حبيبي أنا الوحيد اللي بالحزب اللي أخذ مالاتي لي قدام، وكلهم طاقات جوا رجلي. حجي الله وياك، 100,000 سلامة. حبيبي الله وياك، 100,000 دولار جيبهن وتعال. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حجي. شلون أنا بهاي الكابة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. صار من المؤتمر؟ يا مؤتمر حجي يا مؤتمر. خير شكل صاير؟ كارثة. غير جاي من وراك؟ مصيبة. شو تجيب غير المصايب؟ حجي أكو واحد سبحان الله يشبهك 100%، شكله مثل شكلك، صوته مثل صوتك، أثاث بيته مثل أثاث بيتك. شبيه؟ حجي طالع فيديو. أوف مخل بالشرف حج، الناس عبالهم انت هاك. اسف اسف. شوف لك 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 اي سأل الحج ليش بهك مو انت. لا يا ملعونة لك هذا هاني حجي، مو انت شو تعلمت بيك؟ والله مو انت.
لك انت غير لوقي. دا اقول لك هذا اني انا اعرفني كل الزين حجي. هذا ايش حق وانت لك كافي زعف. هذا اني المقطع مصوره قبل يومين. لك ايش راح يخلصني من مرتي يا سدى؟ عرفت راح تلعب بيه لعب. زوجتك شنو مع احترام الجنابها؟ المهم ناسك، شعبك، جمهورك. الناس راح تكرهك بعد ما ينتخبوك، بعد ما يصدقون فيك يا حجي. بعد وين تصدق فيه؟ ما صدق. قصدك الجماهير مو؟ لك يا جماهير، مرتي ما راح تصدق فيه، راح تلعب بيه لعب. هذا بعد يفكر بزوجته. حجي الجمهور راح يكرهك. المقطع طاش طشة مو طبيعية بالفيس. بابا يا جمهور يكرهني؟ أنا جمهوري ما يصدق أنا زوجي، وكلهم هسه مثلك. أي واحد ينزل علي بوست لو فتشي يأكلوا أكل. شلون؟ بابا خلى علمك شغلة، جمهورنا العراقي إذا قفل على واحد بعد ها هي قفل. هسه ايش ما أسوي ما يقتنعون أنا اللي مسوي هذا الشيء. أنا مشكلتي هسه بمرتي. روح لقالنا طريقة نشيل بها المقطع هذا من الفيسبوك. روح حجي الله يخليك. دورنا في عذر زين نقول لجمهورنا. لك والله ما نحتاج عذر بابا. قلهم مؤامرة خارجية، قلهم تسقيط، قلهم فوتوشوب. حجي عذرا من جنابك، بس وين اكو فوتوشوب بالفيديو؟ اتباعنا يسمعونه وش نقول لهم يصدقون. بابا اليوم اريدك تسوي لي حملة تمشي بشكل صور عدي ويا الخطوط الحمر وتوج روس وهذني اليوم هسه تنشرهم. مرتي شلون راح احفظها؟ بس فهمني لك، هاي راح تاكلني اكل. هذا جمهورك دمر وهو يفكر بزوجته. هسه بالسنة الجاية بالانتخابات ما راح يحصل غير صوته هو، صوتي أنا لعلوكي. أوف. حجينا صاحب الدراع.
فيك؟ تعال شوف المصيبة. شنو رافن؟ لك لا مصيبة. لا أقول لك مصيبة. لك شنو؟ البارحة جيت اللوحة فارغة، شو بسرعة صدروا هي القرارات؟ سعوف اللوحة، اقرأ الكتاب. لا كارثة، كارثة كبيرة. لا كارثة سودة. وسودة بوخ. هم غيرين المدير، هذا اللي موقع اسمه نسيم، وانا اعرف مدير اسمروني. لا انت مخبر، اول شيء المدير اسمه نعيم، وهذا اجى من تأسست الشركة قبل روني. لا شنو المشكلة؟ اقرأ الكتاب. انا خريج اول ابتدائي، يعني اعرف اسبوع 12 حرف بس، والباقيات